السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. أولا أحب أعرفكم بنفسي، أنا إسلام تفال، مدرس مساعد في كلية الزراعة جامعة دمنهور قسم إنتاج أسماك. وإن شاء الله لو أنت مهتم أو من المهتمين بمجال الاستزراع السمكي أو المزارع السمكية بأي أو أي نوع من أنواع الاستزراع السمك أو الاستزراع المائي، فإن شاء الله الفيديو ده ليك. وهنعرض في الفيديو ده، بعرض على حضراتكم فرصة لأي حد مهتم بالمجال ده. هنعمل كورس أونلاين إن شاء الله عن المزارع السمكية، والكورس هيكون بعنوان المعايير التخطيطية والتصميمية للمزارع السمكية. الكورس ده هيكون مجاني تماما، هيتم عرضه على قناة اليوتيوب، على القناة اللي حضراتكم تشوفوا عليها الفيديو ده إن شاء الله. هنتكلم في الكورس ده عن هيشمل عدة محاور أو عدة عناصر أساسية. هنتكلم أول حاجة عن مقدمة عن الاستزراع السمكي، إيه هو الاستزراع السمكي وتعريفه إيه وإزاي بدأ الاستزراع السمكي. هنتكلم بعد المقدمة ديت، هنتكلم عن كيفية مساهمة الاستزراع السمكي في كغذاء للمستقبل، لأن احنا عارفين إن المستقبل كله في اتجاه الاستزراع السمك ان شاء الله. ازاي الاستزراع هيساهم في الغذاء في المستقبل؟ هنتكلم عن عنصر مهم جدا، وهو ركائز عملية الاستزراع السمكي اللي بيعتمد على ركيزتين اساسيتين، هما الموقع والمياه، وهنتكلم عن كل حاجة فيهم بالتفصيل ان شاء الله. هنتكلم عن خواص المياه المطلوب توفرها في المزارع السمكية وفي الاستزراع السمكي، ايه هي العناصر الخاصة المفروض توفرها في المياه، سواء عناصر او مواصفات كيميائية او مواصفات طبيعية. هنتكلم عن اشكال الاستزراع السمكي، هنتكلم عن مراحل تصميم وتخطيط المزارع السمكية. لو انا عايز اعمل مزرعة سمكية، ازاي اصمم المزرعة، ازاي اخطط المزرعة بتاعتي. هنتكلم كمان عن أنظمة أو نظم الاستزراع السمكي، هنتكلم عن أحواض المزارع السمكية والسعة التحميلية لكل حوض، المفروض المزرعة إيه الأحواض اللي تشمل المزرعة والأحواض اللي متشملهاش، وكل نوع السعة التحميلية بتاعته قد إيه. هنتكلم عن تقسيم أحواض المزرعة، إزاي أقسم المزرعة بتاعتي لعدة أحواض، لأن المزرعة ما بتكونش من نوع واحد من الأحواض، من كذا نوع، ده هنتكلم عنه إن شاء الله. هنتكلم في الكورس ده إن شاء الله برضك عن تغذية الأسماك، وده هياخد جزء كبير برضك من الكورس. هنتكلم عن الأسماك الصالحة للاستزراع السمكي، لأن مش أي نوع من أنواع الأسماك بيصلح للاستزراع السمكي. ديت المحتويات أو العناصر اللي هيشملها الكورس إن شاء الله، وهنتكلم عنها باستفاضة وبصورة واضحة وموسعة. وأتمنى إن الناس أو أي حد مهتم بمجال الاستزراع السمكي يتابع الكورس. الكورس إن شاء الله هيكون أونلاين، هيكون فري من غير أي فلوس خالص، من غير أي حاجة. ولو عارف حد مهتم بالمجال ده، او عايز تفيد حد وعارف ان هو مهتم بالمجال ده، ارجو من حضراتكم ان انتوا تنشروا الفيديو الصغير ده عن الكورس، وان شاء الله الكل يستفيد. وانا هعمل الكلام ده، الكورس ده هيكون في عدة حلقات متتالية ان شاء الله باذن الله بقدر المستطاع، وهحاول ما اطولش على حضراتكم برضك. ولو حد هيكون عنده اي استفسار او عايز يضيف اي عنصر اتكلم عنه اثناء الكورس ان شاء الله نتكلم عنه. وأتمنى أن حضراتكم تنشروا الفيديو ده وتعلموا كل أصحابكم وزمايلكم المهتمين بالمجال عن الكورس ده، عشان نحقق أكبر قدر من الاستفادة. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.